شيع بالعاصمة صنعاء الفقيد أحمد صالح دويد إلى مثواه الأخير بمقبرة خزيمة وسط حضور جنائزي كبير عكس مدى الحب الذي يحظى به الفقيد لدى الكثير من أبناء الشعب اليمني. ودع اليمن الهامة الوطنية والسبتمبرية الذي كان له باع طويل في الدفاع عن الثورة والجمهورية الشيخ أحمد صالح دويد الذي انتقل إلى جوار ربه وشيع جثمانه في موكب جنائزي مهيب إلى مقبرة خزيمة في العاصمة صنعاء. هامة من هامات مشايخ اليمن اليوم ومناظر من المناظرين ثورة 16/14 أكتوبر والوحدة اليمنية ورحمة الله ترشاح ونعزي أبو سنة ونعزي آل دويد وخولان القيادة وكذلك اليمن بشكل عام. شخصيات اجتماعية وبرلمانية وحزبية أشادت بما كان يتحلى به فقيد الوطن اللواء دويد مؤكدين أن رحيله خسارة فادحة ليس فقط على المستوى القبلي بل على اليمن بأسره الذي كان يعتبر من الشخصيات المساهمة في العمل الاجتماعي والخيري وخاصة في هذه الظروف العصيبة. نعزي أنفسنا والشعب اليمني على رحيل شيخ الناظر الوالد أحمد صالح دويد هذه الشخصية الوطنية الحافلة في النضال والعمل الاجتماعي والخيري رجل هامة وطنية كبيرة. المشيعون الذين حضروا من عدة محافظات عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل هذه الهامة الوطنية وتذكروا مناقب الفقيد رجل الثورة والجمهورية الذي برحيله فقد الوطن واحدا من رجاله المساهمين في تفجير ثورة سبتمبر الذي يفتقد الوطن في الوقت الراهن لأمثاله. الله وسهل عباصي من صعدة نعزي ونقابل بيت آل دويد في هذا الرحيل هذا الرجل الذي لا يصف. رحل دويد وترجل الفارس المؤتمري الهمام فأحزن القلوب وأدمع الأعين وستبقى مآثره خالدة في نفوس أبناء الشعب الذي برحيله صنع قصة وجع في حياة ذويه وجميع محبيه.